بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم رئيس ولا حضرات محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكه العربيه السعوديه، قادة الدول ورؤساء الوفود المحترمين، معالي الامين العام لمنظمه التعامل الاسلامي، اننا نعتبر مبادره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بصفته الرئيس الحالي للقمة الإسلامية لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الوضع في قطاع غزة أمرا آنيا ومهما. إن الوضع المتأزم في هذا الجزء من فلسطين يثير قلق بلداننا والمجتمع الدولي بشكل كبير، وتدين طاجكستان بشدة الهجوم على المنشآت المدنية في هذا القطاع، والذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة عدد كبير من الأشخاص وتدمير البنية التحتية الحيوية. إن الوضع اليوم يثبت مرة أخرى حقيقة أنه لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية. منذ بداية النزاع الأخير دعت بلادنا الأطراف إلى إنهاء العنف والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتحقيق استقرار الوضع. ومن وجهة نظرنا فإن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية وضمان السلام العادل والدائم والطويل الأمد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقي. وتؤيد طاجكستان إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقي على حدود عام 1997. هذا هو السبيل الذي يمكن من خلاله للشعب الفلسطيني أن يمارس حقوقه الشرعية الحقيقية ككيان مستقل في المجتمع الدولي وفقا للأعراف المعترف بها دوليا. نحن وإياكم نعلم أنه بتاريخ 29 نوفمبر 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تحت رقم 181 بشأن إقامة دولتين مستقلتين على أرض فلسطين، ولكن حتى اليوم لم تحقق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. فمن هذا المنطلق ينبغي لبلداننا وللمجتمع الدولي بذل الجهود لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة. وفي هذا السياق فإن توفير الحماية دولية للشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية إلى استئناف مسار الحوار السياسي الشامل يعد أمرا مهما للتوصل إلى تسوية القضية. ويعاني حاليا أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة من نقص الغذاء والكهرباء والدواء وغير ذلك من الضروريات الأساسية في ظل ظروف الحصار الكامل، وإن هؤلاء لا يتطلعون إلى إجراء حاسم من المجتمع الدولي لإنهاء مأساتهم ومعاناتهم. ورغم أن الصراع وإراقة الدماء في هذا المنطقة من الشرق الأوسط قد وصل إلى ذروتهما، إلا أنه لا تلوح بالأفق خطوات جادة ومؤثرة من الأطراف المعنية ذات المصلحة لتحقيق استقرار الوضع. يجب على منظمة التعاون الإسلامي أن تقدم بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى والأطراف ذات الصلة من أجل إنهاء الصراعات في هذه المنطقة في أسرع وقت ممكن. والمرحلة الحالية ينبغي للدول الأعضاء في المنطقة أن تتخذ إجراءات عملية مبنية على خطط إنسانية هادفة لتقديم المساعدات الضرورية والعاجلة للشعب الفلسطيني. إن الأزمات والتهديدات والتحديات الخطيرة التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم تدفعنا نحو وحدة وتوافق واتحاد ووئام أكثر من أي وقت مضى. واليوم نشهد أن هذه العوامل أدت إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير في مختلف مناطق العالم الإسلامي، وجلبت عواقب اقتصادية واجتماعية سلبية طويلة المدى. لقد تم تهجير ملايين الأشخاص خسرا وتشريدهم ممن كانوا يبحثون عن حياة أفضل وأكثر أمنا. من قبل أنا تكلمت في المنظمات الدولية بأن يكون هناك صندوق خاص للاستثمار والتنمية لتقديم الدعم الوالي والاجتماعي لدول العالم الإسلامي.
وأود أن أؤكد مرة أخرى أن دول العالم الإسلامي المتطور اقتصاديا والتي تتمتع بفرص مالية واستثمارية واسعة يمكن أن تلعب دورا فعالا في هذا المسار. وإن طاجكستان التي مرت في تاريخ الحديث بحرب داخلية مدمرة مفروض عليها تؤيد تدابير صنع السلام والحل السلمي لجميع مشاكل وصراعات العالم. وفي هذا السياق ندعو مرة أخرى المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن للأمم المتحدة أن يراقب بشكل صارم تنفيذ الالتزامات القانونية لحماية القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين. وختاماً أود أن أعرب عن أملي أن تساهم نتائج قمة اليوم في إطلاق عملية التفاوض وتسوية القضية الفلسطينية. وإن طاجكستان على استعداد دائم للمساهمة في هذا المسار قدر المستطاع. شكراً لكم على اهتمامكم.